مهرجان المسرح الحر دورة الرابعة عشر، يعني هذا العام نحتفي بالمرأة العربية، لذلك عندنا يعني مكرمات المهرجان هم من الفنانات العربيات على رأسهم الفنانة الكبيرة سعاد العبد الله من دولة الكويت، ومن الأردن الفنانة رانيا فهد والدكتورة مجد القصص ومرام أبو الهيجة. الدول المشاركة في المهرجان دائما نختار العروض بعناية شديدة بحيث أنه تكون يعني عروض مناسبة لطبيعة الجمهور الأردني، ويعني ننتقي عروض وفق اعتبارات الجودة الفنية من أجل يعني الاستفادة الجمهور من هذه المخرجات ومن عروض متنوعة المواضيع، لكن الكثير منها تتقاطع مع اسم المهرجان الاحتفاء بالمرأة العربية، بمعنى أنه أغلب العروض تتحدث عن قضايا المرأة سواء عروض أجنبية أو عروض عربية. بتشارك في هذه الدورة 14 الكويت من دول عربية، الكويت ومصر وفلسطين والعراق والأردن طبعا، ومن إيطاليا من أوروبا وجورجيا وسويسرا. بالنسبة لنا هذا إنجاز كبير، دائما في عنوان لكل دورة في هذا المهرجان تكريم للمرأة العربية والأردنية بشكل عام، كان عنوان هاي الدورة، بالإضافة لأنه الفكر الذي يقدم على المسرح هو لمحاربة الفكر الظلامي والفكر التطرفي، تجذيب السلوك، إعلاء الذائقة عند المشاهد. الحمد لله أنت شايف الإقبال كبير كبير وغير متوقع، الحمد لله رب العالمين. طبعا حضرت أغلب المسرحيات، وكان في مسرحيات متميزة حبيتها، وفي أعمال طبعا أنا يعني بهني كل من شارك بأي مسرحية على جهودهم اللي قدموها. أكيد أي عمل مسرحي فني في مجهود فنانين وفي مجهود ناس تعبت يعني لحتى تقدمه. أحيانا بيكون في حدا موفق بالشي اللي بيعمله، أحيانا ممكن يكون وسط يعني، ودائما بالمهرجانات في مستويات تنعرض يعني ضمن المهرجان للمسرح. طبعا هي المشاركة يعني جاية في إطار توقيع بروتوكول التعاون ما بين مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية وما بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. تم التوقيع وتجديد البروتوكول في إطار التعاون والتنسيق ما بين الأردن ومصر طبعا، وأيضا لمتابعة يعني كل فعاليات المهرجان المختلفة، لأنه مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في الأردن يعني أصبح يمثل سوق كبير جدا على مستوى العروض المسرحية اللي بتشارك من كل المدارس المسرحية المختلفة. فسعيد طبعا بالدعوة الكريمة من إدارة المهرجان اللي بوجه لها طبعا كل الشكر والتحية والتقدير على هذه الدعوة. المشاركة في هذا المهرجان، مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي، من أهم المهرجانات في الوطن العربي، ومهرجان قوي ومهرجان له تاريخ 14 سنة من الإبداع ومن الثقافة ومن الاطلاع، فهذا يخلد نجوم للمسرح على مستوى الوطن العربي. أكيد لابد أن نحضر، لابد أن نشوف، لابد أن نتعلم، والهيئة الدولية للمسرح هي داعمة لكل فن ولكل مسرح، ليس فقط في الوطن العربي وإنما على مستوى العالم بأكمله.